يا هلا بالحلوين، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة ملخص مسلسل الحب بعد الزواج الجزء الثاني، هو صيني ومتصنف زواج اجبار انتقام. لو عاوزين تعرفوا احداث الدراما كملوا معانا الفيديو للاخر. بصوا الفيديو 1000 لايك عشان ننزل ملخص الجزء الثالث في اسرع وقت ممكن. وقبل ما نبدا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وانتظروا فيديو جديد على القناه الساعه 9 كل يوم بتوقيت مصر، وتفاعلوا معانا دايما وعلقوا اكتر واكتر. اتنين بيتفاعلوا بيعلقوا كتير، هقول اسمهم هزر تعليقاتهم في اول كل فيديو، والناس اللي بتكتب لي تعليقات حلوه حاطه تعليقاتهم في اخر كل فيديو. واحب اشكر النهارده كيم ناي ودادي على دعمهم المستمر ليا، واحنا بنطور من نفسنا علشان خاطركم يا حلوين. وخلينا قناه وورد اوف انمي، قناه خاصه بقصص الانيميشن الجديده، وقناتنا الثانيه وورد اوف اكشن غيرنا محتواها لملخصات مسلسلات كوري وصيني مختلفه عن هنا. هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف التعليق المثبت، ادخلوا ادعمونا هناك واتفرجوا عليهم هيعجبوكم قوي. وقبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، ويلا نبدا احداث الدراما مع بعض. الجزء التاني بيبدأ لما بدأ حفل الزفاف، وبتنزل أيو في إيد أبوها لحد سوكو، بيقول الراجل في الغنى والفقر في الصحة والمرض موافق تتجوز أيو، وبيقول موافق، بيقول لها في الغنى والفقر في الصحة والمرض موافقة تشارك سوك حياتك، ولسه بتقول موافقة. بيجي جانج وبيقول أنا أعترض، وبيروح ياخد الميكروفون وبيمسك إيد أيو وبيقول الكل عارف إن أنا والآنسة أيو خطيبتي، مش من المنطق إن هي تتجوز شخص غيري وبالذات شخص غريب، بس الحقيقة إن هي تم تهديدها من قبل الشخص ده. بتبعد أيو إيديها اللي وجعتها من إيده، وبيكمل جانج وبيقول ودي اتفاقية الزواج اللي تم إجبار أيو إن هي توقع عليها، وهنا بنت الحقيقة واللي الكل عارفه إن إحنا بنحب بعض جدا. وبتتصدم أيو وبتقول أنا موقعتش على أي حاجة، وبتتصدم بيقول لها مصدومة ليه بس أيو أنا كنت مخطئ، خلينا نرجع لبعض مرة تانية. بتقول له جيانج ابعد أنت جرحتني بما فيه الكفاية، بيقول لها أنت ليا أنا بس، بيقول له سوك ابعد عنها، بيقول له أنت مين أصلا عشان تتكلم، أنت غير مؤهل للوقوف جنبي، بيقول له سوك اهدى يا ساد جيانج، أنت عارف كام سنة هي عقوبة تزوير توقيع شخص؟ بيقول له بتقول ايه؟ وبتقول أيو ماذا تقصد؟ وهنا بتيجي البنت اللي أخذت التوقيع من أيو، بتتصدم وبتقول انتي، وبتقول البنت لجيانج انقذني يا سيدي لا اريد الذهاب للسجن ارجوك، وأيو بتقول له جيانج انت ورا كل دوت، والناس بتقول زور التوقيع بتوقيع احد المعجبات، وهو بيقول الامر ليس كذلك. بتقول له أيو لامتى ستظل تكذب يا جيانج؟ كل ما بتعمل كده انا بكرهك اكتر. بيقول لها أيو انتي بتحبيني؟ بيقول الشاب اللي جنب البنت يلا امشوا معايا، وبياخدهم الاتنين. وسوك بيقول لأيو لن اسمح لأي شخص ان هو يؤذيكي، انتي حمقاء احيانا واحيانا خطيرة لكن في الحقيقة. وهنا بيجي الشاب بتقول له هو مين ده؟ بيقول لها هو ساعات بيقول عني ان انا مصور جيد. اهلا سيدتي انا تشاو، ولسه هيكمل بيسكته سوك وبيقول ده زميلي في الشغل. بتقول له بجد هو انت بتشتغل ايه؟ بيقول لها فوتوغرافر، وعلشان يسكته بيقول لها عروستي وبيقبلها، وتشاو بيغمض عينه. وفي الوقت ده بتكون ياسو جابت معلومات عن سوك وبتقول ان هو ابن عائلة لو أيو، إنها دائما محظوظة جدا، لقد صدمتني هذه المرة، لديها علاقة مع الرئيس سوكلو. بتسأل الشاب مفيش معلومات تانية عنه، بيقول يعرف إن هو السيد الشاب التاني للعائلة، مجرد ابن أحمق ولا يشكل أي تهديد، لا تخافي. بتقوله بجد لنرى، وبتظهر هنا أيو والمساعدة بتاعتها، وهي بتقولها استعدي لدورك جيدا تلك المرة، بتقولها أكيد ما تخافيش. بتقولها كيف حال سوك؟ بتقولها ان هو بخير. بتقولها انظري خلفك كده. بتقولها ليه؟ وبتبص تلاقي سوك ماسك وردة وبيشدها عليه وهي مصدومة، وبيقولها زوجتي دي ليكي، وبتاخدها وبتضحك. وتاني يوم بيبدأ التصوير، وأول مشهد بيكون أيو وياسو، وبيقول المخرج أهم مشهد هو مشهد صفح ياسو لأيو لكن على مهله، وأنا سأقوم بالباقي في الإعداد. تمام هروح أقعد أنا دلوقتي وعشان نبدأ التصوير. وفعلا بيبدأ المشهد، وبتقول لها انتظريني، بتقول لها انت ذهبتي بالفعل، وبيكملوا تصوير لحد ما بيقول المخرج تمام المشهد اللي بعده، وبيبدأ وهي بتقول لها صديقتي انت أسأتي فهمي، لم أكن أقصد ان انا أذهب لحبيبك. بتقول لها جاية تقولي لي ان هو مجرد سوء فهم، انا اعتبرتك أختي في مقابل معاملتك تلك ليا، انت بتشبهين الذئاب. فبتتعصب ياسو وبتضرب أيو بالكف جامد لدرجة ان هي بتقع في الارض، وبيوقفوا التصوير وبيجري سوك عليها، وهي بتقول لم اقصد هذا. بيقول لها انت ممثلة قديمة ازاي ما تقصديش حاجة زي كده. وأيو بتقوم وبتعيط وبتقول لن اقف مكتوفة الايدي بعد الان، وكل بيبدأ يتكلم عن ياسو قصادها، وان هي بتغير من أيو، وان هي السبب في عدم زواج أيو وتشانج،
وهنا اويو بتطلع لسانها لياسو علشان تغيظها، وياسو بتتضايق اكتر وبتقول ان هي بتتظاهر وان هي بتمثل وبتضحك اهي من وراك، اويو انت ما زلت بتتظاهري، وبتحاول تضربها. بيوقفها سوكو وبتتعصب ياسو وبتقول دعونا نرى الحقيقة ستظهر قريبا، وبتمشي. وسوكو بيسألها انت كويسة؟ بتقول له ايوه، وبيمشوا سوا. وفي اوضة الميك اب بتكون ياسو قاعدة، وبتيجي المساعدة بتديها الهاتف وبتقول لها شوفي التعليقات كده، وبتشوف التعليقات اللي مكتوب فيها ان هي ممثلة سيئة، وان هي بتضرب الممثلات وبتخوفهم، وان هي بتتنمر على اويو، بتتعصب وبتقول للمساعده انت محتاجه تساليني عشان تحلي مشكله زي دي، حليها على الفور يلا. وبتقول اويو هخليكي تدفعي تمن ده غالي جدا. وفي الوقت ده بتكون اتجرحت في ايديها، وبيبدا سوكي يعالجها، وبيرن الفون بتاعه بيرده، وبعدين بياخده وبيمشي. واويو مستغربه، وبيدخل عليها هنا شاب اللي كان تبع ياسو، بيقول لها انسه اويو مرحبا. بتقول له اهلا انت مين؟ بيقول لها الأجزاء وصلت، لازم حد يجي معايا عشان يستلمها. بتبص على المساعدة مش بتلاقيها، فبتقول له خلاص أنا هاجي معاك أنا، وبتمشي وراه. وهو بيبتسم ابتسامة خبيثة، وبتصادف المساعدة بتاعتها، بتقول لها رايحة فين؟ بتقول لها هروح أستلم الزي بتاع الدور وأجيلك، كملي انتي. بتقول لها تمام، وبتمشي. وبيدخل سوك على المساعدة وبيسألها هي أويو فين؟ بتقول له راحت تستلم ازاي ولسه ما جاتش. بيقول لها كل دوت، وبتبان اويو اللي في اوضه مهجوره، وبتقول له انت متاكد ان هو هنا؟ انا مش لاقي حاجه. وهو بره بيقفل عليها الباب، بتخبط وبتقول له انت بتعمل ايه؟ افتح الباب. وبتفضل تخبط من غير فايده، بتلاقي ايد مكنسه بتحاول تفتح بيها الباب لكنها بتفشل، وبتقول افتحوا الباب في حد بره. وبتبص على الفون بتاعها بتلاقيه مفيش شبكه، بتقول لا مفيش شخص هنا اي حد. وبره بيروح الشاب الياسو اللي بيقول لها كله تمام اطمني، بتديله ظرف مليان فلوس وبتقوله تمام، بعد ان يتم الامر ساعطيك مرة اخرى، تذكر انت لا تعرفني اطلاقا. بيقول لها اكيد، وبيمشي. وهي بتقول اويو هو ده اللي بيحصل لما بتحاول تسيء اليا. واويو بتكون قاعدة في الارض، وبيرمي الشاب عليها مية من جوه، وهي بتقول انت هنا افتح لي ارجوك. وبتاخد بالها من حاجة بتتحرك، فبتخاف جدا، وبتقوم بتلاقي حشرات في كل مكان، وطبعا بتكون هيغمى عليها من الخوف، لحد ما واخيرا بيتفتح الباب، وبتلاقي سوك اللي بيشيلها في حضنه وبينقذها من المكان دوت، وبياخدها اوضة تغيير الملابس. والمساعدة مصدومة وبتقول هو ايه اللي حصل؟ بيقول لها هاتي ملابس نظيفة الاول. بتقول له دي عندها جلسة تصوير دلوقتي، مش هتقدر تروح بالشكل ده اكيد. بتقول اويو لا هروح علشان اكتشف الحقيقة، وبتبدأ تتمكيج وبتغير ملابسها. وفي الوقت ده بتكون ياسو في التصوير، والمخرج بيقول اويو اتأخرت ليه؟ وبتقول ياسو ده الطبيعي، ما هي دايما بتتأخر. وبتيجي هنا اويو وبتتريق عليها ياسو، بتقول لها انت شبه الغرقانين، ايه ده انت شكلك عمل كده ليه؟ بتقول لها ابدا، اسم الشخصية الجديدة هو يونزي، وده يدل ان نهايتها هتكون حزينة زي اسمها، اي يدل على احتمال غرقها في البحر، عشان كده حبيت اعمل لوك ليه على الشخصية. بيقول المخرج انت رائعة جدا، وبيقول المؤلف انسة اويو انا متفهم تقديرك للشخصية، نأمل ان احنا نتعاون مع بعض مرة تانية في اسرع وقت ممكن. بتقول له ده هيكون شرف ليا. وطبعا في الوقت دوت بتكون ياسو متغاظة، وبتبدأ جلسة التصوير وبتتصور اويو، وبعدين بتروح ياسو تقف جنبها وبتقول لها يبدو انك لستي بهذا الغباء كما اعتقدتك. والمصور بيقول اضحكوا يلا، عاوز اشوف اجواء جميلة بينكو. والمساعدة وسوك واقفين، وبتقول له في الواقع انا عندي سؤال شغلني طول الوقت، هو انت بتساعد اويو ليه؟ وبيبان ان هما كانوا يعرفوا بعض في الطفولة، وان هي كانت بتساعده لما كان زعلان وقعدت جنبه وديت له حلويات، ولما قال لها لا ما تزعجنيش قالت له لا بأس انا عارفة انك حزين، كله هيروح كل بس منها. وبتخلص جلسة التصوير هنا، وبتروح اويو تقعد وهي تعبانة، وبيجي لها سوكو بيديلها حاجة حلوة وبيقول لها خدي كلي حلويات، ولسه هتاخدها بيرن الفون بتاعها، وبترد بتلاقي امها اللي بتقول لها انقذي والدك، وبتتصدم اويو وبتروح المستشفى تجري هي وسوكو، وبتكون هتقع من كتر خوفها عليه، وهو بيقول لها اهدي بس، وهي بتجري على امها وبتقول لها كيف حال، وبتقول لها انسحب المستثمر فجأة ولم يعد لدينا اموال كافية. بتقول لها امي لا تقلقي، بيقول سوك ستحل. وايو بتقول لها انا هحلها، انا هنا علشان انقذه. بتقول لها انت هتقدري تعملي ايه يعني؟ هتجيبي 10 مليون منين؟ حتى لو اشتغلتي ليل نهار مش هتقدري تكسبي كل الاموال ديت. بتقول لها هروح اشوف ابي الاول وبعدين هنتصرف. وسوك بيقف على جنب بيتكلم في الفون وبيقول تشاو حللي الموضوع ده فورا.
وتاني يوم بتقول له اوي وسوك في مستثمر مجهول ساعد شركة ابي، انا فرحانة جدا بس نفسي اعرف هو مين. وبيخلص ملخص الجزء التاني على النهاية الحماسية دي، وصل الفيديو 1000 لايك عشان انزل ملخص الجزء التالت في اسرع وقت ممكن. وبس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واعملوا لايك للفيديو، بيفرحني جدا، ودي تعليقات اكتر ناس بتتفاعل وتعلق معايا الفترة دي. شكرا لكم جدا يا حلوين على تعليقاتكم الايجابية زيكم، على كلامكم الحلو اللي بيفرحني وبيديني طاقة ان انا اكمل واقدم اكتر. بحبكم قوي. وبس ما تنسوش تنزورونا على المنتدى، بنزل هناك روابط ملخصات مسلسلات جميلة قوي، مسلسلات كوري ومسلسلات صيني على قناتنا دي وعلى قناتنا التانية وورد اوف اكشن، متأكدة ان هي تعجبكم. في ملخص مسلسل كامل نازل حاليا على قناتنا التانية وورد اوف اكشن، هو ملخص مسلسل المافيا، المسلسل يجنن، والجزء الاخير السادس هينزل النهاردة لكل اللي متابعين، ادخلوا النهاردة هتلاقوا الجزء الاخير، متأكدة ان النهاية هتعجبكم. هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف التعليق المثبت كالمعتاد. وبس ما تنسوش تزوروا قناتنا التالتة وورد اوف انمي، متاكده برضو ان هي هتعجبكم. بدانا ننزل هناك ملخصات انيميشن رعب جميله قوي، في قصه كامله نزلت وهي قصه القط الملعون مكونه من 3 اجزاء، القصه جميله ونهايتها حلوه قوي، متاكده برضو ان هي هتعجبكم. عايزاكم تدخلوا هناك وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس وما تنسوش تدعمونا، هسيب لكم برضو الرابط في صندوق الوصف في التعليق المثبت. وبس شكرا جدا على دعمكم المستمر ليا يا حلوين، ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، واشوفكم في فيديو جديد يا اماراتي، باي باي.